تفاصيل الوقعة المؤلمة مقتل عم سيد بعد تسديد 14 طعنة على يد بلطجي بمنطقة الوراق. من شوية سجلنا مع زوجته ومرات ابنه، احنا دلوقتي معانا اولاده. اتفضل عرفني بحضرتك. اسم محمد خليفة. حسب الله وكيل فيه. قول لنا بس ايه اللي حصل، فهمنا انت سمعت الخبر ازاي. انا كنت في الشغل، متصل بيا قالت لي ابوك مات في الشارع، كيمو ضربه بالايه؟ بالمطر. فطلعت على المستشفى وجيت في معهد مصر. اول ما رحت معهد مصر قالوا لي حاله خطيره مش هتكمل. قال لك لازم اخش عمليه. هو كان وضعه ازاي؟ وضح للناس برضو. هو وضعه كان ميت، 9 طعنات في بطنه، واحدة هنا عند ودنه، واحدة في ايده، واحدة عند رقبته. كل 14. قالوا لي حالة خطيرة لازم تخش عملية. فضلت تقريبا انا واخويا عشان نخش عملية. فلما دخل عمليات بعدها بساعتين القلب وقف. بعدها بساعتين؟ بس بعد كده رحت النيابة عملت واحدة، ورئيس النيابة جه حقق في الموضوع. بس وانا عايز حق ابويا. واللي ضربه ايه اللي حصل من المتهم؟ قول لنا مين هو المتهم. اسمه كيمو، كيمو كسبان. ده اسم الشهرة؟ اسم الشهرة بتاعته كيمو كسبان. رحت النيابة في الاسم، فانا رحت بكلمه بقول له كيمو ابويا مات، بيقول الله يرحمه، وبيضحك ولا كأنه عمل حاجة، وبيضحك ولا في دماغه أي حاجة ولا كأنه عمل حاجة. فدلوقتي أنا عايز حق أبويا. هو انا هعمل مجنون واخش صالات المجانين. انا هعمل مجنون واخش صالات المجانين. هو قال لك كده؟ ولا المحامين او اسرته قالوا لك كده؟ هم يا هو اللي هو قال. هو ايه؟ قال لك ايه بالظبط؟ انا عامل انا مجنون وعامل مجنون واخش صالات المجانين. وبكلمه وبيضحك ولا كان في اي حاجه. ده يرضي مين؟ ما يرضيش ربنا. ده راجل كبير عنده 66 سنه يعمل فيه كده، ويا ريت عمل له حاجه. يا ريت عمل له حاجه. لو عمل له حاجه يا ريت عمل له حاجه. لو عمل له حاجه ما يحصلش فيه كده، يتعمل فيه كده يتذبح زي ما هو. هل في خلافات؟ مفيش اي خلافات ولا في اي حاجه بينهم. واخويا مصبح عليه ومصبح على ده، مفيش اي خلافات بينهم. يعني اخويا مصبح عليه ومصبح عليه قبل ما يمشي الصبح الساعه. بينه وبين المتهم؟ بينه وبين المتهم وابويا. ابويا كان قاعد على القهوه والمتهم كان قاعد على النصر. واخويا مصبح عليه الصبح الساعه 10، جاله الخبر الساعه 11. فهو لو كان عايز يموته كان موته على النصر، لكن مش هيعرف يموته عشان على القهوه عشان الناس. موته ازاي؟ يعني مشي وراه ازاي؟ مشي وراه. ابويا دخل يجيب قفص العيش ونزل من الشارع. بعد ما نزل من الشارع مشي بعدها بحارتين مشي وراه. يعني هو ده عمد، انت متعمد ان انت تمشي وراه. يعني انت لو عايز تضربه كنت ضربته في الشارع على الناصيه، لكن انت متعمد ان انت تمشي وراه بعديها بشارعين قدام الفرن تضربه، عشان هنا مش هتعرف تضربه. انت غدرت بيه بره، لكن هنا مش هتعرف تغدر بيه. انت لو عايز تغدر بيه كنت غدرت بيه على القهوه اللي هو قاعد عليها، او على النص، او شارعها، او في البيت اللي جنبه. ما هو في البيت ساكن في البيت اللي جنبك. لكن انت اترباصت له بره ومشيت وراه لحد الفرن وضربته على غدر. مش عايز حد يشيله. والناس يعني الناس خايفه تشيله. ايه السبب؟ مفيش اي سبب، ما عملوش حاجه. الناس ما حاولتش تمنعه؟ احنا عياله هو عايزين نعرف ايه السبب. كل اللي يمنعه يقول له اللي حسنا عنه هعوضه، واللي حسنا عنه هموته. ايه السبب عشان يعمل فيه كده؟ بعد ما ضربه قاعد الناحيه الثانيه ولا في اي حاجه عملها؟ قاعد ماشي. حسب الله ونعم الوكيل فيه. حسب الله ونعم الوكيل فيه. تعرف المتهم بما انه ان هو جاركم؟ عارفه. عارفه هو بلطجي في الشارع. على الراف اللي جاي. قبل كده مثلا عمل معاك مشكله مع اخوك مع والدك؟ ما عملش معايا مشكله. خالص. ولا في بينا ولا فينا اي مشاكل. ولا ابويا. يعني لسه ما رحتش ينزل يسال على ابويا في المنطقه ويسال عليه هو بقى. يسال على ده ويسال على ده. يشوف انهي الظالم وانهي المظلوم. ينزل يسال. يسال على الراجل ده والراجل ده والناس هتقول له ايه. لسه ما رحتش ينزل لنفسه. يشوف ده ايه وده ايه. عشان ده غلبان في حاله وما بيعملش حاجه مع الناس كلها. ده بعد قتل ابويا، ده بعد قتل ابويا قاعد على الشارع بجح وقاعد عادي ولكن عمل حاجه. جالك الموضوع ازاي؟ جالك الخبر ازاي؟ ما جاليش. عرفيني بحضرتك. انا بنته. انا بنته.
انا جايه عادي، جايه افطر معاهم، جايه اودي بنتي المدرسه زي كل يوم، ويوم السبت ده باجي اقعد معاهم وبيت معاهم الحد. جايه عادي بجلابيه الوان ومفيش اي حاجه، جايه على الشارع فجيت بتنجان لقيته على الشارع قاعد على جنبي كده وعامل كده. قلت عشان ايه؟ ما يشتكلش معايا، ما هو الطاجي من اتلاشاه. يلا بنتي تعالي ايه كده؟ لقيت قالت لي الحق تيتا بتصور، تيتا بتصور، بالله الحق جريمه. انا سبت الشنطه وجريت. في ايه ياما؟ في ايه ياما؟ سمعت ان كيمو ايه؟ غزه ويا، غزه ويا، بنحسن ونتعوض. طب ليه؟ عمل لك ايه؟ عمل لك ايه طيب؟ قول لي عمل لك ايه؟ قول عمل لك ايه؟ ينتقم منك ربنا روح، ينتقم منك ربنا روح. ده هو اللي مربيك يا شيخ، ده هو اللي مربيك. ليه كده؟ ليه كده؟ تعمل فيك كده ليه؟ مفيش أي سبب؟ احنا عياله اهو، عياله مش غرب. ايه السبب؟ ايه السبب اللي هو يعمل فيه كده؟ ده كل يوم يقعدوا مع بعض على الشارع. هل في خلاف بينه وبين والدك مثلا؟ ابدا مفيش اي حاجه ابدا. ده في حاله وده في حاله. احنا نسايب. نسايب ازاي؟ ده احنا نسايب. احنا نسايب. يعني قرابه اولى، قرابه بعيده، هو مفيش اي حاجه. خاله واخد اخت ابويا. بس خاله ده ميت بقاله 12 سنه. بقاله 12 سنه مش كويسين مع بعضينا. مفيش اي مشاكل، يعني دول في حالهم واحنا في حالنا. ومفيش مشاكل اصلا منهم. ابدا. ابدا. يعني احنا عياله اهو 40 سنه في الشارع، و40 سنه في الشارع، مفيش خلافات، مفيش اي مشكله حصلت ولا حصل بينهم من خاله. وخاله ميت بقاله 12 سنه. المتهم ما قالش ايه السبب طيب؟ معلش اديله المايك. معلش ما قالش ايه السبب؟ انا مثلا ضربته وبنتقم منه بسبب حاجه معينه. ما قالش اي حاجه. قال لك انا قتلته، قتلته وهعمل نفسي مجنون وهخش صلاه المجانين. قتلته وهعمل نفسي مجنون عشان ما يتحاسبش على الجريمه. عشان ما يتحاسبش على الجريمه. لكن ده يرضى مين ده؟ بس هيتحاسب على الجريمه. يرضى مين ده؟ باذن الله هيتحاسب على الجريمه. يرضى مين ده؟ عشان ابويا ما عملش حاجه كده. الراجل قاعد كده، قاعد غرقان في دمه كده، ما عملش حاجه وحشه في حد، وربنا هيجيب حقه. ده يصعب على الكافر. عشان الراجل ما عملش حاجه انت ما حضرتش الواقع، ما حضرتش الواقع، رحت على المستشفى على طول. افتكرت ان هي حاجه بسيطه، اصابه او حاجه. احنا رايحين المستشفى وقالوا كيمو، راح سلم نفسه، قال له اصابه بسيطه. رحت المستشفى لقيته ساحب في دمه. حتى الصوره انا مصورها لك مع حضرتك، ساحب في دمه. ده الدجاحه. الدكتور قال لي الحاله خطيره، قال لي الحاله خطيره، لازم تخش عمليات على طول. وبعدين اكرامنا واخويا هنعمل ايه؟ عشان لو حصل له حاجة، هو عارف الدكتور هيحصل له حاجة، عشان كده مالنا إكرار. يعني كانت حالته خطيرة. قال لي حالته خطيرة. لازم يخش عملية دلوقتي فورا. دخل عملية 6 ساعات. حسبي الله ونعم الوكيل. بعدها إيه؟ 6 ساعات، وبعد كده القلب بتاعه وقف. بعد كده تشرب ناره. ليه؟ عمل لك إيه؟ هدي سبب عمل له فيه حاجة. من بيت للجامع والجامع للبيت. ومفيش أي خلافات. ولا أي حاجة. يعني مفيش خلافات. الواحد هيتجنن. حتى المتهم ما قالش أي سبب. ما قالش. قال لك أنا مجنون. الناس اللي بتحكي. الناس اللي بتحكي. بيقول له ليه؟ يعني عمل لك إيه؟ كل ما يدنى. كان بيقول إيه بقى وقتها؟ عمل لك إيه يا بعيد؟ حرام عليك. أخو المتهم. بيقول عمل لك إيه؟ عمل لك إيه؟ رده بقى قال إيه؟ قال له ما سكتش هموتك جنبه. ما قالش سبب. وصوته كده. وقعد بعد ما ضربه، هو ابويا قاعد ناحيته وهو قاعد ناحيته، ولا كان في اي حاجه حصلت. دولا بكشين، دولا بكشين. هل هو اعمال البلطجه دي بيعملها هنا في المنطقه كتير؟ هو قاعد اللي رايح واللي جاي، قاعد مستني اللي رايح ومستني اللي جاي. بس عمره ما هاجم حد بالطريقه دي. لا عمره ما عمل، ولا عمره ما اتكلم حد. بتبقى خناقات بسيطه. خناقات بسيطه. ده الناس خايفه تنزل الشارع، بتنزل عيالها خايفه. ويقول لك يا ابني، وتقول له يعني ما عملش معاك حاجه وحشه. الناس بتقول ايه اللي عمله معاك؟ الحمد لله ان ربنا ايه؟ يعني ما عملش معاك ولا يعني على ايد ابويا؟ يا ريت على ايد ابويا يعني كده، على ايد ابويا كده اللي غلبان اللي انا مش عارفه هو ايه. راجل غلبان في حاله، سالوا عليه. بتطالبوا بايه؟ بتطالبوا بايه؟ بالتعويض. حقه يجوا. القصاص. حابين تضيفوا اي حاجه تاني؟ حقه يجوا. انا بوظف. حقه يجوا. حقه يجوا. شكرا لحضراتكم. شكرا. حابب تقول ايه؟ اتفضل. حسب الله ونعم الوكيل. حابه تقول ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل فيك، حسب الله ونعم الوكيل فيك،
حزب الله ونعم الوكيل فيك، حزب الله ونعم الوكيل فيك يا محمد يا ابن صفية روح. تتقطع زي ما قطعت ابويا كده، تتقطع يقطعوك جوه، يقطعوك جوه 100 حته تعفن كده ما تلاقي حد يلمك.